أسعدتم بالخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. المجلس الانتقالي الجنوبي يقف أمام اعتداءات الحوثي والإصلاح في المناطق الجنوبية. محافظ حضرموت يناقش مع المنظمات الدولية والمحلية أوضاع العشوائيات لفئة المهمشين. وصول سفينة إماراتية إلى ميناء المكلا تحمل أطنانا من المساعدات لأهالي حضرموت. أهلا بكم. نبدأ من العاصمة عدن، حيث عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس القائد عيدروس قاسم الزبيدي. ووقفت الهيئة أمام الإجراءات المتعمدة من قبل حكومة الشرعية لتعطيل تطبيع الحياة العامة في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، كما وقفت أمام خروقات الحكومة لاتفاق الرياضة والتصعيد الملحوظ للاعتداءات الحوثية وحزب الإصلاح في المناطق الجنوبية. بحث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في العاصمة عدن الدكتور غزالي بابكر الآليات والترتيبات لتأمين عمل المنظمات الدولية العاملة في عدن والمحافظات الجنوبية. وطلع الرئيس الزبيدي على موجز الأعمال الإنسانية والخدمات الطبية التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود في الجنوب، مؤكدا اهتمام المجلس بالجهود التي تبذلها المنظمات الدولية العاملة في الجنوب وما تقدمه من خدمات إنسانية. تسلمت جامعة عدن حافلة النقل الجماعي المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك ضمن مشروع تطوير فرص التعليم في جامعة عدن. ويأتي هذا الدعم في إطار الاحتياجات العاجلة في جامعة عدن، حيث ستسهم في دعم قدرات الجامعة في تغطية وتأمين وسائل المواصلات الذي يعد من الأولويات الأساسية والمساندة والداعمة لتطوير جامعة عدن. وفي أبين أكد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع العميد عبد اللطيف السيد ثبات أفراد الحزام والتدخل السريع في مواقعها الميدانية عقب الأحداث الأخيرة في شبوة. وأوضح العميد السيد أن التحالفات العسكرية بين الجماعات الإرهابية والميليشيات الحوثية باتت تنكشف بشكل فاضح للشعب ولدول التحالف العربي. هذا وكانت مصادر استخباراتية لقيادة قوات الحزام الأمني بأبين أفادت أن ميليشيات الإصلاح القادمة من مأرب قد عززت صفوفها في شقرة بالعديد من العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة. أما في الضالع فقد تمكنت المقاومة الجنوبية من صد وكسر زحف واسع أقدمت عليه الميليشيات الحوثية باتجاه جبهتي بتار وحبيل يحيى. وتأتي عملية كسر الزحف بعد أن حاولت الميليشيات الحوثية التسلل باتجاه الجبهتين مسنودة بتغطية نارية مكثفة بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، إلا أن المقاومة الجنوبية سرعان ما تصدت وكسرت الزحف الحوثي، فيما تمكن أفراد المقاومة من إعطاب آليتين تابعة للميليشيات الحوثية كانت تحمل أسلحة وعناصر مسلحة. وفي المكلا رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس سالمين البحسني اتفاقية إنشاء معهد القضاء العالي بمديرية غيلبة وزيرة. وعمد المحافظ على اتفاقية منح الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 32 متر مربع. وأكد المحافظ على التطلعات المستقبلية لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتأسيس البنية التحتية للمشاريع التعليمية والأكاديمية بالمحافظة. وفي سياق آخر، رأس محافظ حضرموت اجتماعا بمندوبي وممثلي المنظمات الدولية والمحلية لمناقشة ترتيب أوضاع العشوائيات لفئة المهمشين. وأكد المحافظ أهمية تنظيم وحل مشكلة العشوائيات بالنسبة لفئة المهمشين، منوها بضرورة التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ العملي على أن تقوم السلطة المحلية بتوفير الموقع المناسب للمشروع. وعقب الاجتماع الذي حضره مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل، أصدر محافظ حضرموت القرار رقم 6 للعام الجاري، قضى بتكليف العميد حسين هاشم الحامد مديرا عاما لمديرية مدينة المكلا خلفا لبن هامل.
من جانب آخر، اطلع محافظ حضرموت صباح اليوم على سير العمل في مديرية الأمن والشرطة بالمكلا، وأطاف المحافظ خلال زيارته التفقدية بأقسام البلاغات والبحث الجنائي وشؤون الضباط والأفراد، متعرفا بمدير الأمن والشرطة بمدينة المكلا العقيد عيسى العمودي على سير العمل بكافة المرافق والأقسام والإجراءات الخاصة بتقديم البلاغات ومتابعة قضايا المواطنين المختلفة. كرمت السلطة المحلية بحضرموت اليوم الأطباء الأجانب العاملين بالقطاع الصحي بمديريات ساحل حضرموت ضمن فعالية اللقاء السنوي الثالث للأطباء الأجانب العاملين بالمحافظة. وأشاد محافظ حضرموت خلال كلمة ألقاها في الفعالية بالجهود التي يبذلها الأطباء الأجانب من مديرية حجر غربا وحتى مديرية الريدة وقصيعر شرقا وكذا مديريات الهضبة الحضرمية والتي تجاوز بعضهم 20 عاما من العمل في المحافظة. من جانبه أعطى مدير صحة ساحل حضرموت دكتور رياض الجريري إحصائية عن عدد الولادات والعمليات الجراحية التي أجراها الأطباء الأجانب في المحافظة. وفي ختام الحفل تم تكريم الأطباء الذين تجاوزت فترة عملهم 10 سنوات. دشن صباح اليوم بميناء المكلا العمل بآلية الشحن والتفريغ الجديدة بحضور محافظ حضرموت ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسميرة. ويأتي هذا التدشين ضمن توجيهات من السلطة المحلية بالمحافظة والخطة التطويرية للمؤسسة وبتمويل ذاتي منها، وتشمل آليات الشحن والتفريغ الجديدة على رافعة شوكية ورافعة للحاويات وقاطرتين بريتين للحاويات ومقطورتين حاويات ومولدين كهربائيين. وتم خلال التدشين تكريم محافظ حضرموت بدرع الشكر والتقدير من إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي وتكريم قيادة قوات التحالف العربية. أريد منكم أن تحافظوا على سمعة هذا الميناء، لأن سمعة الميناء يتطور مستمر إلى الأمام. حافظوا على هذا السمعة وطوروها. سرعة تخليص البضائع أمر مهم جدا، وأعتقد أن هذه الرفعات ستسهم في هذا الجانب. أمور أخرى نريد أن نحسنها كمان في الميناء، سنعمل على مساعدة السلطة المحلية، ستعمل على مساعدة إدارة الميناء في تحقيقها والوصول إليها. الرافعات هذه بتعمل نقلة نوعية في عمل الميناء، الرافعات بتنهي الاختناقات في عملية مناولة الحاويات وخاصة الحاويات بالضبط. أيوة الرافعات هذه في مكان في وجود الرافعات هذه ندعو إلى خطوط ملاحية جديدة أن نستوعب حاويات أكثر. وصلت إلى ميناء المكلا سفينة مساعدات إنسانية تحمل على متنها أطنانا من المواد الغذائية والخيام الإيوائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أهالي حضرموت. وتأتي وصول هذه السفينة في إطار استمرار الخدمات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنفذها عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر مع بداية العام الجديد، وذلك للتخفيف عن سكان المحافظة من أعباء الحياة المعيشية. وشملت السفينة خيام إيوائية ومواد غذائية متنوعة تلبي احتياجات السكان ضمن منظومة متكاملة لقوافل وجسور إغاثية ومساعدات إنسانية، وجزء من البرامج الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات المحررة. دشن اليوم بمدارس ورياض الأطفال بمديريات حضرموت الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري. وطلع بالمكلا وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على سير اليوم الأول من خلال جولاته التفقدية بمدرسة الخنساء للتعليم الأساسي وثانوية السعد العامرية للبنات ومجمع الميناء التعليمي للبنات وروضة 30 من نوفمبر بمديرية مدينة المكلا. اختتمت في مدينة المكلا الحملة الخامسة لجراحة وقسطرة قلب الأطفال الذي أقامها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمؤسسة أمراض القلب الخيرية بمركز نبض الحياة بمشاركة نخبة من الأطباء السعوديين. وأجرى الفريق الطبي السعودي خلال الحملة التي استمرت لأكثر من أسبوع 23 عملية قلب مفتوح و80 عملية قسطرة علاجية. هذا وعبر رئيس مؤسسة أمراض القلب الأستاذ محمد باشعيب عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمهم المتواصل لمركز نبض الحياة ورسم البسمة على وجوه المرضى والتخفيف من معاناتهم.
عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا لقاء موسع برؤساء اللجان المحلية للمراكز بأحياء المديرية، وتطرق اللقاء إلى التعريف بمهام اللجان وأهمية تواجدها واحتكاكها بالمواطنين والعمل على تلمس احتياجاتهم وتوفير الخدمات لهم والتنسيق المباشر مع اللجان المجتمعية ومتابعة السلطات المحلية بالمديرية فيما يخص مصالح المواطنين لتنظيم عمل لجان المراكز بالمديرية. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. نشر نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المجلس الانتقالي الجنوبي يقف أمام اعتداءات الحوثي والإصلاح في المناطق الجنوبية. محافظ حضرموت يناقش مع المنظمات الدولية والمحلية أوضاع العشوائيات فئة المهمشين. وصول سفينة إماراتية إلى ميناء المكلا تحمل أطنانا من المساعدات لأهالي حضرموت. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة أخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة موقع القناة على اليوتيوب وفيسبوك مكلا تي في. إلى اللقاء.